وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قوله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذه لها سبب نزول، وسبب نزولها هو بيان لواقع أهل الجاهلية، كانوا إذا مروا بواد في سفر قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فيأمن على نفسه وأولاده وماله بهذه الاستعاذة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية إنكارا لفعلهم. فقوله وأنه كان رجال، رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، قوله برجال من الجن يفهم منها أن هناك إناثا، وأنه يكون تزاوج بين الجن فيما بينهم، ولذا قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فأثبت أنه له ذرية. فما هي العاقبة من هذه الاستعاذة؟ قال تعالى فزادوهم رهقا، قال فزادوهم رهقا، كلمة الزيادة تنبئ عن أصل موجود، فلا تكون زيادة إلا على أصل، فيكون الرهق موجودا عند هؤلاء المستعيذين، فلما استعاذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه زاد الرهق الذي كان في قلوبهم، فهم خائفون من حيث الأصل، فلما استعاذوا زادهم خوفا على خوف، وكلمة رهق أي ذعرا وخوفا، والتعبير بالرهق يدل على أن هذا الخوف قد بلغ منهم مبلغه إلى أن أرهق أبدانهم، وهذا يدل على أن هناك تلازما بين الباطن والظاهر، وأن الأمور النفسية القلبية يكون لها آثر على ظاهر الإنسان، فإذا حزن القلب ظهر الحزن على الجوارح، إذا اتقى القلب ظهرت التقوى على الجوارح، إذا مرض القلب ظهر المرض على الجوارح، ولذا من يصاب عافانا الله وإياكم من البلايا، من يصاب بأمراض نفسية وليست عضوية يكون المرض في الأصل نفسيا، ثم يتدرج به الأمر إلى أن يمرض بدنيا. فقوله عز وجل فزادوهم رهقا أي زادوهم خوفا على خوفهم حتى بلغ هذا الخوف أبدانهم فأصابها الرهق. ويستفاد من هذا أن هؤلاء أرادوا بهذه الاستعاذة أن يأمنوا وأن يطمئنوا، فعاملهم الله عز وجل بنقيض قصدهم، فيكون في هذه الآية دليل على معاملة الإنسان المخالف لشرع الله بنقيض قصده، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، معاملة له بنقيض قصده، فكذلك هنا عاملهم الله جل وعلا بنقيض قصدهم، أرادوا الأمن من غير طريقه الشرعي فأرهقهم الله عز وجل وأخافهم. والقرآن يفسر بعضه بعضا، فكما أن هذا الرهق قد بلغ بهم منتهاه في الدنيا فإنه شر وبلاء في الآخرة، وذلك يوم يحشرهم الله جميعا، فهذه الآية تفسر بالآية التي في سورة الأنعام، قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، استمتع بعضهم ببعض، فهذا الجني يفتخر ويزهو ويطغى حينما يستعاذ به، فيرى أن له قدرا ومكانة وقوة، وأما الإنسي فيستمتع بالأمان في ظنه بهذا السيد، استمتع بعضنا ببعض، ومهما استمتع العاصي بما هو عليه فهو استمتاع شسي سرعان ما يزول، ولذا قال تعالى قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم، ثم قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه الآية يبينها حديث النبي صلى الله عليه وسلم
الذي سبق معنا من تعلق شيئا وكل إليه. فهؤلاء لما تعلقت قلوبهم بالجن قال جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولذا يقول تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم يعني قرناءهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقوله فزادوهم رهقا هذا على أحد الأقوال من أن الجن زادوا الإنس ذعرا وخوفا، وقول آخر فزادوهم رهقا أن الإنس زادوا الجن ذنبا وطغيانا وإثما، فيكون كل منهما قد أصيب بالرهق. إما أن يكون هذا الرهق هو الذنب والطغيان الذي حصل للجن، وإما أن يكون الخوف والذعر العظيم الذي يحصل للإنس. وموضع الشاهد من هذه الآية أن الله عز وجل عاقب الإنس باستعادتهم للجن، ولا يعاقب جل وعلا إلا على أمر قد خولف فيه شرعه، فدل على أن الاستعادة التي صرفت من الإنس للجن أنها عبادة، من صرفها فقد أشرك بالله شركا أكبر.